وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنك ميت وإنهم ميتون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها
وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس الشراب وساءت مرتفقا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر النفاثات في العقد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحلل عقدة 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 اللهم احلل كل العقد اللهم احلل كل العقد اللهم احلل كل العقد اللهم احلل عقد الأجساد اللهم احلل عقد الأجساد اللهم احلل عقد الأجساد والعقد التي خارج الأجساد والعقد التي خارج الأجساد والعقد التي خارج الأجساد اللهم أبطل سحرا ارتبط بمكان أبطل سحرا ارتبط بزمان اللهم احلل عقد الجسم كلها
اللهم احلل عقد الجسم كلها، اللهم احلل عقد الرأس، اللهم احلل عقد الرأس، اللهم احلل عقد الرأس، اللهم احلل عقد المعدة، اللهم احلل عقد المعدة، اللهم احلل عقد المعدة، اللهم احلل عقد الأمعاء، اللهم احلل عقد الأمعاء، اللهم احلل عقد الأمعاء، اللهم احلل عقد الأرحام، اللهم احلل عقد الأرحام، اللهم احلل عقد الأرحام، اللهم احلل عقد المفاصل، اللهم احلل عقد المفاصل، اللهم احلل عقد المفاصل، اللهم احلل عقد الظهر كله أعلاه وأوسطه وأسفله، اللهم احلل عقد الأطراف، اللهم احلل جميع العقد، اللهم أبطل السحر المأكول، اللهم أبطل السحر المأكول، اللهم أبطل السحر المأكول، اللهم أبطل السحر المشروب، اللهم أبطل السحر المشروب، أبطل السحر المشروب، اللهم أبطل السحر المنثور، أبطل السحر المنثور، أبطل السحر المنثور، اللهم أبطل السحر المشموم، أبطل السحر المشموم، أبطل السحر المشموم، أبطل السحر المسموع، اللهم أبطل السحر المسموع، اللهم أبطل السحر المسموع، اللهم أبطل السحر المعلق، أبطل السحر المعلق، أبطل السحر المعلق، اللهم أبطل السحر المدفون، أبطل السحر المدفون، أبطل السحر المدفون، أبطل السحر المعقود، أبطل السحر المعقود، اللهم أبطل السحر المعقود، اللهم أبطل سحر الحسد، اللهم أبطل سحر الحسد، أبطل سحر الحسد، اللهم أبطل سحر الفقر، أبطل سحر الفقر، أبطل سحر الفقر، اللهم أبطل سحر الفقر، اللهم أبطل سحر المرض، أبطل سحر المرض، أبطل سحر المرض، اللهم أبطل سحر القتل، أبطل سحر القتل، أبطل سحر القتل، اللهم أبطل سحر التفريق، أبطل سحر التفريق، أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر المحبة، أبطل سحر المحبة، اللهم أبطل سحر المحبة، اللهم أبطل سحر التعطيل عن المنافع، أبطل سحر التعطيل عن المنافع، اللهم أبطل سحر التعطيل عن المنافع، اللهم أبطل سحر التعطيل عن كتابك الكريم حفظا وتلاوة واستشفاء، اللهم أبطل سحر التعطيل عن كتابك الكريم حفظا وتلاوة واستشفاء، اللهم أبطل سحر التعطيل عن الرزق، أبطل سحر التعطيل عن الزواج، أبطل سحر التعطيل عن الزواج، أبطل سحر التعطيل عن الزواج، اللهم فك جميع العقد، اللهم احلل جميع العقد، اللهم أبطل جميع العقد، مزقها تمزيقا، دمرها تدميرا، زلزلها زلزلة من عندك يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا من قلت وقولك الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم في الأرض أمما، فدمرناهم تدميرا، دمرناهم تدميرا، دمرناهم تدميرا، متصدعا من خشية الله،
متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهم أبطل سحر الأرحام أبطل سحر النجوم أبطل السحر الأسود اللهم أبطل السحر السفلي اللهم أبطل كل سحر كتب بدم الحي أو عقد من أثر أو عقد من شعر أو عقد من ملابس داخلية أو من غيره يا حي يا قيوم اللهم أبطل سحر المبايض اللهم أبطل عقد المبايض اللهم أبطل عقد المبايض اللهم أبطل عقد المبايض أبطل عقد الجهاز البولي والتناسلي أبطل عقد العورات اللهم أبطل عقد القبل والدبر اللهم أبطل عقد القبل والدبر اللهم أبطل عقد المثانة اللهم أبطل سحر المقابر اللهم أبطل سحر التابع والسحر المجدد اللهم أبطل كل تجديد اللهم أبطل كل تبديل اللهم أبطل كل تجديد وتبديل اللهم أبطل سحر اليهود أبطل سحر النصارى اللهم أبطل سحر الوثنيين اللهم أبطل سحر المنافقين اللهم أبطل سحر الرجال وسحر النساء وسحر الأقارب وسحر القريبات وسحر المنافقين اللهم أبطل كل العقد اللهم أبطل عقد المقابر اللهم أبطل عقد البيوت المهجورة اللهم أبطل عقد البيوت المهجورة اللهم أبطل عقد المزارع اللهم أبطل عقد الفيافي والقفار اللهم أبطل عقد الجبال وعقد البحار وعقد الأودية أبطل سحر الآبار اللهم أبطله في كل مكان اللهم أبطل السحر المعقود والسحر المدفون يا علام الغيوب يا من تراه ولا نراه اللهم أبطله في مدفنه أبطله في مخبئه حسبنا الله على من عقد ونفث حسبنا الله على من خدم وحرس حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 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 والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد شغفها حبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين حرم ذلك على المؤمنين حرم ذلك على المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون 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 كما فعل بأشياعهم من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضرب بينهم بسور 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل بعدا للقوم الظالمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان مارد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفجرنا فيها من العيون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصهر به ما في بطونهم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق